الدارك شوكولت معروفة إنها صحية وننصح فيها دايماً بالحميات الصحية بكميات بسيطة، لكن في عنا تقرير جديد عم يحكي لنا إنه الشوكولت وتحديداً الدارك شوكولت فيها معادن ثقيلة. هل المفروض نقلق من المعادن الثقيلة اللي موجودة بالشوكولت ونبطل ناكل شوكولت؟ شو المفروض نعمل وشو قصة هذا التقرير؟ القصة إنه في منظمة غير ربحية اسمها Consumer Reports فحصت 28 لوح شوكولاتة من أسماء معروفة أو Popular Brands، وطلعوا أغلبهم وتحديداً 23 منهم فيهم كميات عالية من المعادن الثقيلة، وتحديداً من الليد أو الرصاص والكادميوم، وهدول أكيد بشكل خطر على الصحة. يعني طلع تقريباً لو أكلنا 30 جرام فقط يومياً منكون اتجاوزنا الحد الأعلى اللي مقبول إنه ياخده الشخص الأدلت أو الشخص الكبير في اليوم. طبعاً التأثير بيكون أعلى وأسوأ على الأطفال. طيب ليش تحديداً الدارك شوكولت؟ ببساطة لأنه فيها كاكاو أو شوكولت أكتر، لأنه مشكلة المعادن الثقيلة هي في محصول الكاكاو نفسه. طبعاً التعرض المستمر والطويل للمعادن الثقيلة حتى لو كان بكميات بسيطة بيأثر على صحة الإنسان، بيأثر على الصحة في جميع المراحل العمرية، ولكن بالتحديد على الأطفال لأنه بيأثر على الدماغ والأعصاب بشكل كتير كبير، وبينتج عنه اضطرابات كتيرة ومشاكل إدراكية ونمائية، وكمان بيقلل الذكاء وبيطلع الآي كيو تبع الأطفال اللي تعرضوا بشكل كبير للمعادن الثقيلة أقل. عشان هيك في الأطفال والحوامل بيكون عندنا حرص زيادة إنه نحدد شو هي الأغذية العالية بالمعادن الثقيلة ونقلل قدر الإمكان من تناولها. كمان المعادن الثقيلة بتسبب مشاكل تنفسية، ممكن تسبب كانسر، أمراض قلب وشرايين وغيرها. وفي البالغين التعرض المستمر ممكن يسبب تلف في الكلى، في العظام، ممكن يسبب ارتفاع ضغط الدم، وحتى ممكن توصل أضراره لأنه يسبب سرطان الرئة وغيرها من المشاكل الصحية. طيب كيف هاي المعادن الثقيلة، كيف هذا الليد والكادميوم عم بيروحوا على الشوكولات تبعتنا؟ في عنا مصدرين عم بيلوث الشوكولات تبعتنا بالمعادن الثقيلة، إما من التربة، يعني التربة أصلاً بتكون ملوثة، أو بيصير في عنا دست عم تيجي على الشوكولات في عمليات بعد الحصاد. يعني الكادميوم على الأغلب كان بلوث التربة، يعني التربة نفسها ملوثة بالكادميوم، ونبتة الكاكاو عندها قدرة إنها تسحبه من التربة ويتراكم فيها. لكن اللي لقيوه بالنسبة للرصاص كان مختلف، وهو إنه نسبة الرصاص في حبات الكاكاو أول ما يحصدوها كانت قليلة، لكن بعد عمليات التجهيز والتجفيف كانت كمية الرصاص عم بتزيد بشكل كتير كبير. وعشان هيك يعتبر حل مشكلة الرصاص أو الليد ممكن إنه يكون سهل، لكن بالنسبة للكادميوم بما إنه موجود في التربة فالحل هو إنه يغيروا المصدر اللي بياخدوا منه الكاكاو تبعهم، بحيث إنه يتم فحص التربة ويتأكدوا إنه ما فيها كادميوم بكميات كبيرة. طيب هلأ هل المفروض إنه إحنا نبطل ناكل الشوكولات؟ طبعا أنا برأيي إنه لا، مش المفروض إنه إحنا نبطل ناكل شوكولت أو تحديدا دارك شوكولت. أولا لأنه فيها فوائد صحية كبيرة، مليانة مضادات أكسدة وبتحمي من أمراض القلب والشرايين وغيرها. لكن بنقدر إنه إحنا نعمل اختيار أفضل عن طريق إنه إحنا نتجنب النوعيات اللي طلع فيها معادن ثقيلة في هذا التقرير، نقدر نختار نوع آمن أكتر أو اللي طلعت نتائجه أقل من الستاندرد.